شو رأيك بهالستايل الجديد من اللبس؟ كثير حلو، بس تعرف لو لابس ألوان فرحية كانت شبشبتك أكثر، مشان السهرة. معقول هذا اللي عم يصير؟ أنا لبست هيك مفكر بدها تخانقني، قامت طلع بدها إياني يتشبشب أكثر. لك شو بدك تجننيني أنتِ؟ إيمتى اشتريت هالأواعي؟ من كم يوم. وكيف فتت فيهم على البيت من غير ما أشوفهم؟ ما بعرف، يا أما كنتي بالمطبخ يا كنتي مشغولة بشي شغلة تانية، فوتهم وعلقتهم بخزانتي بقوط النوم. وديش دفعت حقهم؟ بشي 3500 ورقة، هن بيسووا أكتر، بس صاحب المحل رفيقي ورعاني. إيه لا صاحبك ولا شي، بتعرف لو أنا جايبت لك هدول التياب كنت جبت لك ياهم أرخص من هيك؟ هذا جزات اللي بيتصرف من ورا مرته. إيه إذا شاطرة كثير بالبيع والشراء لكان نزل اشتري لي كم طقم بكرة. إيه تكرم عيونك، من عيوني التنتين. ولا سألتني لشو كل هالطومة. ازيك هاي ايدي؟ تأخروا كتير. ما قلت لك اتصلت فيهم، اجيتهم ضيفة على غفلة، رح ينيموا الولاد ويجوا. عديلي مع ذلك رح اتصل فيهم. يمكن اجوا. اهلا وسهلا، شرفتوا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا. تفضل استاذ. اهلا تفضل. الله يزيد فضلك. الصدر للصدوره للبدوره لانه. يا اهلا وسهلا. شرفوا ارتاحوا. شكرا. شرفوا ارتاحوا. اهلا وسهلا. اهلا استاذ جميل. اهلين وسهلين يا ميت هلا. تاخرتوا علينا، غلي قلبنا عليكم. طول الاولاد لناموا. انا لو طلع بايدي كنت اجيت من الظهر، بس الحقيقه اجت لعنا سناء وشغلتنا. الله لا يسامحها لهالسناء اللي اخرتكم علينا. لا لا استاذ نعيم لا تغلط. هي صحيح القعده معكم لا يمل منها، بس كمان القعده مع سناء بتشرح القلب. بتعرف انت يغسل العين على الطول. لا ما في طول مشان يكون واحد ما شاء الله. هي على القامه كمان. يعني هي مثل عصفوره التين، القعده معها حلوه. بحس حالي قاعد مع فري لما لا ما معك حق ابدا يا استاذ جميل. واحد بتغزل بعصفور التين وفري وعنده بطة. ايه صح معك حق، الله بعت لنا نسوان حلوين ما شاء الله، بس شو بدنا نساوي، العين غدارة. معك حق. بتعرف انا شو بقول لمها دايما؟ بقول لها الواحد ما بصير ياكل موز 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 على طول، بيموز بعدين. الرجال بيشتهي ياكل من كل انواع الفواكه. هنا قومي مع المطبخ، خلي رجالنا يتغزلوا ببعضهم على كيفهم. على كيفكم. حلو هيك. استاذ نعيم هي تبعها بموزوا حبيتها، يعني اذا اكلوا دراهم بدرقنوا. حلو حلو والله حلو. لك هلا شوفوا جوزك كثير متغير، مقلوب قلب كانه مو هو. صدقيني لو مو جوزك ما بتحمله. يعني هلا جوزك اللي قاعد عاقل. اتعودت عليه، جوزي هيك طبعه، بس انت ما كان هيك جوزك. يعني قطع جوزي بدرجه. ايه دقي على الخشب، انا ما صدقت انت انفكت عقدته وصار يحكي مع النسوان. يقبر قلبي، ما صار يحكي كلمتين، صار يحكي كثير. فرحانه اديري بالك عليه، بكره اذا تركتيه ما بتقدري تضبطيه. هذا غير الاحراجات اللي راح يحطك فيها قدام رفقاتك. انا مو غريبه يعني تحملته، بس وحده غيري ما بتتحمله. لا اطمني، هي اكيد فورت انفكاك العقده وبكره اكيد بتهدى. صحيح ما قلتي لي كيف انفكت عقدته؟ تعي لقلي ولا بلا. دايما شغال. العز والمزاح. طيب وغلا. أكل كثير طيب، يسلموا إيديكي. القهوة جاهزة، تشربوا شاي ولا قهوة؟ يا ستي القهوة من إيدك حلوة والشاي أحلى، يا كحلة. بس إذا القهوة جاهزة بنشرب قهوة. على عيني، جاي معك. سهلا. عليك. صحيح. شكرا كثير على البراد أستاذ نعيم. ولو ما في داعي تشكرني ابدا، بس على الله يكون عجبه للست الوالده. ها كثير عجبه، يسلموا ايديك. عم نحط فيه موز مشان نموز. يا اهلين وسهلين. اهلين وسهلين بالمهلي، يسلموا الايدين. تفضل استاذ جميل. شكرا. يسلموا الايدين. شكرا. تسلم يديات. تسلموا. تسلموا، عزبناكي نحن يا ماما. ولو الله يخليك يا رب. الله الله، هي اطيب قهوه شربتها بحياتي انا. هي نعيم اليوم جابها تازه، اكيد حاطط اصبعته فيها. لو انت صادق شفايفك حلوه عم تشرشر قطر، حلتها للقهوه تحلاج. حلوه حلوه. انتوا اثنين شبكوا اليوم كأنت
مالكم طبيعيين؟ لا ما في شيء بس عم نمزح. مزح. حلوة لا تقولي لي حلوة. حلوة حلوة. منموز نحن. يعني شو علي لو خليتينا نسهرنا شي ساعتين ثلاثة لخار شو كان بيصير؟ شو شايفة طابت لك القعدة مالك بالعادة جميل؟ ايه معلوم لأنه الأكل طيب والوجوع حلوة. بس بتعرف أنا كتير مبسوطة أنك رحت عند الأستاذ سعدان وفكر لك العقدة تبعك. ايه هلقتني بقصة الخجل تبعك. وهلأ شلون؟ شو شلون؟ شو شلون؟ بتطير العال ما في منك، وخاصة لما سايرتها لسناء ببيتنا لبين ما لبست ثيابي، وكمان لما سايرتها هلأ لمها لما تشكرتها على الأكل الطيب. يعني ما انزعجتي؟ لا ليش لا انزعج؟ إيه ماني مصدق عيوني. اطلعي لك. أحسنين لا انفجر الصمام. تعرف جميل إذا لسانك بده يضل آخذ على الحكي الحلو بده يصير خاف منك. شو قلتي؟ عيدية عيدية. مثل ما سمعت، يعني إذا رح تضل تحكي حكي حلو مع النسوان بيصير الفار يلعب بعبي. الله أكبر. شكو 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 شكو. مالك جميل؟ جميل طول بالك. شو شكو شكو طول بالك جميل؟ شكو شكو جميل طول بالك طول بالك جميل. الله أكبر الله أكبر. خلصت برامج التلفزيون وصار يعمل وش. ابو طارق ركب لي وصله من الدش. صباح الخير. صباح الخير ام محمود. لا لا شو بدي افهمه؟ انت شو فرحك كل هالقد؟ الله اكبر يا هلا الله اكبر. وطي صوتك. انا بسمعك ام محمود بتقول ربحانين 10 ملايين. انا 10 ملايين؟ قولي 20، قولي 30، قولي 100 مليون. مالك ها؟ ما الصمام رح ينفجر، بزن الله رح ينفجر الصمام. أنا صمام؟ قرب نار الغيرة برم قولي. لا أنت جنيت، أنا بدي نام. وركبنا على الحوصان نتفسح سوا. شو تعطلت السيارة وركبوها على الحصان؟ ورقص الحصان على دقة قلبنا. شو عم تعملي هون؟ كنت عم نظم جدول إضافي. ليش وين وردة؟ أي أحلى وردة لأحلى ورد. مو عن هذا الورد عم بسأل. لك عن أي ورد بتقصد أستاذ؟ وردة الحلو. السكرتيرة الجديدة وينها؟ السكرتيرة الجديدة؟ سمعتوا مثل ما سمعت؟ إيه السكرتيرة الجديدة. ولا ما قريت القرار؟ ها صحيح أنت بتقري القرار اللي بيعجبك واللي ما بيعجبك ما بتقري ما؟ والله استحضرت القرارين بس. بس شو؟ بس على اساس انه القرار الثاني التغى. التغى؟ ومين لغى؟ حضرتك. انا؟ ايه لما كان الاستاذ وسيم عندك. انا لغيت القرار. ايه استاذ، الاستاذ وسيم قال لي انك لغيته. انا ما لغيت شيء. يلا روحي ونفذي القرار بسرعه. يلا. قال الغي قال. معقولة شو كنت دب أنا؟ في حدا بالدنيا بترك كل صبايا المديرية النغشين وبيعين هاي؟ شلون كنت أتحمل أطلع بوشها أنا سنة كاملة؟ يلا منيح اللي خلصت منها. وعلى قولة المثال أن تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا. بس كانت سنة صعبة. ولي الله لا يعيدها. لا 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 خير انشي ما شوفي. والله نطفتي لي قلبي. شبكي؟ ما في شيء يكفي بحالي. لك شلون ما في شيء وشايفك عم تبكي؟ معناتها في شيء وشي خطير كمان. امك ماتت شيء؟ بعيد الشر ان شاء الله. انت لكن ابوكي ان شاء الله ابوك. لكن شو قصة احكي لي شو؟ عجبك يا درويش اللي سواه بعد خدمة سنة كاملة؟ مين؟ المدير. شو سوا؟ استغنى عن خدماتي. شرحي؟ لا لا انا قال لي على الدراسات. ليه؟
ما بعرف يا درويش ما بعرف. عملتي لك شي شغلة ومجعول منها؟ أبدا يا درويش أبدا. مخطئة بشي قرار نظمتيه بالغلط؟ أبدا يا درويش أبدا. مخربطة شي بالمواعيد؟ أبدا يا درويش أبدا. كله أبدا أبدا مو حافظة غير هالكواني. على كل حاجتك بكي بكي ما لح يفيدك. هلا بروح بشاوي له القهوة وبحكي له وبروقه إنه يلغي لك القرار. وبتقدر تقنعه؟ لكان بقدر بقنعه. ما بتسمعي مثل اللي بيقول لا تاخذ الرفشة الماكنة غير من الحمار الضعيف؟ بعدين ما بتسمعي كمان يلي بيقول إنه آجي المدير مدير؟ يا رب. إيه أستاذ ممدوح. لا. أنت على كل حال بلغها لأنسة وردة الحلو إنه هي صارت سكرتيرة عندي. ماشي قرار نقله ببعته لاحقا. لك يا اخي مو على راسك، على راس شغله بتكون اليوم. ماشي الله معك، يعطيك العافيه، مع السلامه. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات. تفضل شباب الهنا ان شاء الله. يسلموا. وردي. الو اهلين استاذ. حاضر فورا، مع السلامة. وين رايحة؟ تشاو. شو تشاو ما تشاو، وين رايحة؟ نقلني الأستاذ جميل لعنده، صرت سكرتيرته الخاصة. باي. الله لا يوفقك يا سالم، يعني صدقك على الفصل. أنا قلت لحالي زيارة هالمدير مو لله، أتاري مشان ينقل وردة لعنده. نيالك نيالك يا جميل الحمصي. لا أنا اللي حمصي. هل هل خير؟ شو بدك؟ ليش واقف فوق راسي؟ سلامتك أستاذ. بس بس شو؟ يعني مشان أنسى أمل حرام الغي قرار أستاذ. تفضل اقعد محلي. لا سر. لا بدك تقعد محلي. شريف خذ طلب وشي يلا. خلاص تفضل. عفتك جد سر؟ طبعا جد، تفضل يلا. حاضر. هات عمك السنيه يا استاذ. وقع القرار اللي بدك اياه. يلا. يلا. اذا ما بدك ليش توقيع هذا؟ شو؟ هذا استاذ قرار الغاء العقوبه. نعم. عجبتك القعده؟ عجبتني كثير استاذ. قوم 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 من هون. لا تدخل بشي ما بيخص. يلا يلا. ما صدق امتى قعد اصلا هاي الكراسي هيك قفلتها. درويش لك يلعي قلبك لعية اللي قلبي. طمني شو صار معك؟ قبل يلغي القرار ولا لا؟ طمني طمني، ما قلت لك لا تاخذي الرفشة الماكنة غير من الحمار الضعيف؟ عم تحكي جد؟ قولي ان شاء الله، قولي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، بس فهمني قبل يلغي القرار ولا لا؟ باذن الله بيلغي. حتى شوفي سالية صبعتي، سالية سالية. هلا لقيته مشغول وما حبيت افتح معه الموضوع، بعد شوي بيفضى وبيروق وبفوت لعنده بتلجا انه يلغي القرار. انت بتعرفي المدير بيعزني وما بيرفض لي اي طلب. درويش بتعرف اذا قبل يلغي القرار الك عندي خاروف؟ لك شو خاروف؟ بقره لعيونك. خليها البقره بضحكتها احسن. يا روح حريشك يا درويش. مرحبا. اهلين انسه وردي. كيفك درويش؟ الحمد لله. بدي قهوه؟ لك مو على راسي، احلى فنجان قهوه لاحلى وردي. خير انسه وردي، شو بدك؟ ما بلغك الاستاذ جميل؟ بشو؟ صرت سكرتيرته. سكرتيرته؟ ايه مين بلغك؟ لسه القرار ما طلع. الاستاذ ممدوح ناقبه بلغني اياه هاتفيا. الاستاذ ممدوح ناقبه بلغك اياه هاتفيا؟ مها ما قلتي لي هلا البيتزا اللي اكلناها امبارح شغل ايديكي؟ لا طبعا، نعيم جابها جاهزه من السوق. عم اقول لحالي اكيد هيك بيتزا شغل محل مختص. طيب كثير. سألتي لي جوزك منين جابها؟ ما سألته. ايه سألي لي يا دخيل عينك، لأنه كتير طيبة عجبتني كتير. تكرم عينك. ايه الله يكرمك. هنا ما وعدتيني تقولي لي كيف مفكت عقدة لسان جوزك؟ مظبوط. شوفي يا ستي، في واحد اسمه سعدان. ديري بالك على المكتب يا وردة. وعلى الأستاذ جميل يا وردة. أكيد.
وإذا احتجتي أي شيء خبريني وبشي فورا يا وردة. شكرا. يبعث لك أمة يا وردة. ما بده يجيب لنا غيرها. ما شاء الله يعين لنا وحده حلوه هيك ومنغرشه عشان نتسلى وناخذ معطي معها، مو مثل ورده منزعه وشايفه حالها. شو يعني كل مين حلو بيتنزع وبشوف حاله. خير اني زي امل مين قاتل؟ قصدي مين مثلي؟ امي؟ بعيد الشر ان شاء الله انت. ابوكي؟ ابوك انت. ابي الله يرحمه ورحمه الله عليه، انا لله وانا اليه راجعون، كنا على الطريق، من التراب خلقنا والى التراب نعود. بسيطه بسيطه. عايزه امان؟ ما قلتي لي؟ مين اللي ما؟ وين العزاء؟ العزاء رح ينفتح على طول، كسر قلبي وحطم شعوري. بسيطه بسيطه، انا عندي اصبع تلزيق بكره بجيب لك اياه بتلزقي قلبي وبيمشي الحال. ليش عم تبكي؟ قليل القصر ناكر نجمين. ليش بقى؟ مين؟ مستر جميل. ليش شو عمل لي؟ نقلني لهون. قولي بعتلي قتلي ان شاء الله بروح معك ونتف. خير استاذ صالح، مين قتلك؟ قصدي مين مثلك امك ماتت؟ ان شاء الله امي. ابوك؟ ابوكي. نط فوق الصحن مثل سعدان؟ طبعا بده ينط مثله مثل غيره، وإذا كان مدير يعني، لكن أنا أتعذب ودق بالهاون 7 ساعات وينقلع كتفي وما أحس بإيدي وهو ما يرضى ينط بده ينط ونط. وشلون قدرتي تتحملي دق الهاون 7 ساعات متواصلة؟ يعني أنا مستعدة دق بالهاون مو 7 ساعات 7 أيام بس انفك عقدته لجميل، والحمد لله انفكيت. إيه؟ لكان تحملي من اليوم ورايح حكيه. يحكي؟ مع الحكي جمروك، المهم ما يلتفت على وحدة غيري. إيه؟ بس اول الرقص عنجله والحكي بجر شغلات تانية. لا لا جميل ما بيعملها، بعرف شو عندي. ايه بكره بذكرك. اسمعي مني ضبي من هلا، بكره بتقولي يا حيف ويا ندم ويا ريت اللي جرى ما كان. لا شو ضبو، خليني فرحانه فيه. ما صدقت امتى انطلق لسانه. مرحبا. اهلا. شو وين عمال؟ انا محلة. شو بتريدي؟ معناها طلع كلامه مزبوط. شو؟ لا قصدي هالطلب مستعجل، يا ريت توقعي لي من المدير. تكرمي. تفضلي ارتاحي. يعطيك العافية استاذ. الله يعافيك يا احلى ورده، يا احلى فله، يا احلى ياسمين، يا احلى نرجس. من زمان كان لازم جيبك لعندي. وين انا عمك؟ وين كان عيوني انا؟ استاذ رجان، انا ما بحب المجاملات وحكي الغزل، ما في داعي لهالاسلوب. لا طولي بالك، انا مو هيك قصدي، انا قصدي بس رح يفيك بكلمتين حلوين. وينك لهلا انت؟ وينك؟ رجعان ما يتكرر هالشي مره ثانيه. في موظفه طلبت توقيعك وهي مستعجله. تفضل. يا العيني، شو رايك وقع له ولا ما وقع له؟ لا بوقع له. ما بوقع، بوقع له. شرفي تفضلي، بس يا ريت بهالانامل الحلوين تساوي لي فنجان قهوه. هلا بقول له لدرويش اعمل لك قهوة. لك لا، هذا درويش انا يمكن قلعه، لسه مو مبين وضعه. ساوي لي انت قهوة. معناتها جيب مستخدم تاني يعمل لك القهوة. شو الحظ تبعي؟ تفضلي. شكرا. مع السلامة. شو هالوردة هي؟ صحيح حلوة بس شدية أكتر من لازم. أنو شدية؟ طليعية كمان. شو هالحظ تبعي؟ يا سكرتيرة بشعة خفيفة يا وحدة حلوة وتقيلة. حواليكن شي وحدة نص نص. خبر جديد تازة هلا طالعه من الفرن. شو هو؟ ما رح اقول تطلبوا لي فنجان قهوة. لك انا بطلب لك قهوة تكرم عينك، بس تحكي. اللي معقد فكت عقدته. مين المدير؟ في عنا غيره بالمديريه معقات. دخلك وشلون فكت عقدته؟ عين سكرتيره جديده احلى من امل. لا والله بنتي احلى، بس ماله بالطيب نصيب. ورد الحلو. عم تحكي عن جد؟ طبعا عم بمزح لك.
الحمد لله اللي ارتحت منك. خرجك يا سالم يا نص دكة. مرحبا. اهلا. عفوا، شو الانسه امل مريضه؟ الانسه امل انتقلت وين هون محلها؟ ليك الضربان ليك صار يعرف ينقي سكرتيرات. عفوا شو قلت؟ لا ما في شيء، سلامتك، بس عم مجد الله بما خلق. بتريد شيء؟ طبعا بدي فوت لعند المدير. شو اسم حضرتك؟ محسوبك وسيم، اسم على مسمى مثل حضرتك. ياه، بتعرف اسمي؟ طبعا قريت قرار تعيينك امبارح وكنت عم بترجى لجميل يلغي. الحمد لله يدي بالغة. شو بقدر اخدمك؟ هلا ما بتقدري تخدميني بشي، بس بعدين يمكن نعتازك عن اذنك. وين وين وين؟ تفوت لعند المدير. اللحظة بدي اشوفه اذا فاضي ولا لا، اذا بيقدر يستقبلك ولا لا. ايه امرك، منعه يرحم ايامك يا امل. خليه يتفضل. حاضر. ولا قال لك يا ريت تخلي وسيم يستنى شوي، بس افضى انا ابعث له خبر يدخل. مثل ما بتريد. لك شو جاب امل لمرحبا؟ اكيد قال لك دخلي ولا تخليه ينتظر. ما خليك مرتاح، الاستاذ مشغول وما بيقدر يستقبلك. مشغول ما بيقدر يستقبلني؟ ايه ايه. شو عليه شو عليه؟ اساسا القعده معك احلى من القعده معه. بتحب تشرب شيء؟ إذا مطول هون بشرب قهوة حلوة. أستاذ درويش؟ الوجع كل ماله عم يخف. هل هنا شاطرة بالسحر، الله يوجه للخير، تذكرتني وما نسيتني. لازم اسمع كلامه وفكه لهالجبصين، ما عاد له لزوم. وليش لفكه؟ ماله مضايقني، بالعكس عم يفيدني اكثر ما عم يضرني. الاكل نازل علي كت من كل جيران البنايه. يا لطيف ما ادخل هالجيران، لازم الواحد يكسر اجره لحتى يتذكروا بصحن مجدره. ما رح تضلي ملزقه هون كتير. اليوم الثلاثة وبكرة من بكير عالصرف. فنجري رح تصير من المنيوريرية. أنا آسفة ما بيقدر. إذا بتحب ترك اسمك ورقم تليفونك وهو بس يفضى بيحكي معك. على راحتك. أنسي وردة، يا ريت تتكرمي علي وتفوتي تقولي له للسيد المدير اذا قعدتي هون مطوله انا عندي شغل اهم من المقابله تبعه. ضاقت اخلاقك؟ الحقيقه لا، بس انا عندي شغل. عفوا استاذ. نعم. الاستاذ وسيم برا عم يسألك إذا كنت مطول لتستقبله، هو مشغول بده يروح. خليه يفوت. لحظة. تفضل. الله الله يا زمن، صار إذا بدنا نفوت لعنده بدنا ننطر ساعة؟ أنا آسفة الأمر مو بإيدي. تفضل. شو يا بي؟ عامل مدير علي؟ أهلين سيد وسيم، تفضل تفضل. كيفك؟ مشتاق لك.
وينك يا رجل؟ مو وعدت تمر لعندي الساعة 10؟ ما مريت، بس حضرتك مالك فاضي تستقبلني؟ أنا؟ لا أنا. ليش مالك فاضي تستقبلني؟ لا تتبارك جميل. لا أنا مستعجل على شوفتك أكثر منك. شوف جميل، يا أنت عم تكذب يا السكرتيرة تبعك، مشان أعرف مين الكذاب بدي أجمعكم أنتوا اثنين سوا، دق لنا. لا اتركها هلا، عندها شغل. معناتها السكرتيرة ما لازم ساعة لا طعني برا. تعيش تاكل غيرها، إن شاء الله مفكرني نسيان نطوط السعدان. بسيطة لا تنساها، بس بدك تنسى الـ 1500 ليرة وعوضك على الله، شفطهم الجني الأزرق. وسيم لا تشتغل فيي، الله يرضى عليك، شاري براد بالدين وبدي أدفع قسوطه. أنا شو إلي علاقة؟ روح خذ قرض من البنك. لا تقلقني. على شرط بتبطل لي الحركات. ها ماشي، ما عاد نطرك برا. سامحتك. ناولني. أخي إلك معنا وما معنا، ولما بصير معنا الله لا يجمعنا. يعني إمتى بده يصير معاه؟ لك يا أخي ما قلنا لك لنبيع المسلسل. وإمتى رح ينباع المسلسل؟ لحتى سيادتك تفجر صمام الأمان تبع مرتك. قربت يا وسيم، قربت. معناتها صاير معك تطورات مهمة. احكي لي شو. استنى يا أمل. وردة خلي درويش يجيب لي قهوة. اسمع يا سيدي الحكاية من طقطة للسلام عليكم. مصمتين الأولى؟ بدك بودرة تلك؟ ومبارح اللي جبت لك يا مو بودرة تلك؟ كبوهم بالبلوعة؟ إن شاء الله بتلجي وراهن يا رب. درويش يا وحدة ويش يا عيون درويش، لك سبحان اللي بدل عوده بغسلان أحلى وغدة. أنت الأستاذ جميل بده فنجان قهوة. لك مو على راسي. وأنت ما بدك تشربي قهوة؟ لا ما بدي قهوة. جيب لك ليمون. ماشي الحال. لك على عيوني كلونيا كلونيا، علشان الشوك اللي بالورد، بحب الورد بحب الورد، علشان هلا كل هالغزل يطلع منا. معك حق تستغرب، لك انا ذات نفسي لما تذكرت شو حكيت مع سناء ومهما صدقت. شلون ترغل ترغلي يا رجل ما بعرف. الظاهر كان مكبوت جواتك وما عم يقدر يطلع، لما انفكت رقب عفوا العقده تبعه صار الحاكي لحاله يكتكت. هيك بده يكون. هلا المهم هناء، هناء شو موقفها؟ حزير دلعي. عيطت عليه؟ لا ضربتك بالشحاطه، حردت وراحت لبيت اهلها. كمان ما حزرت. لا كان شو ساوي؟ انبسطت. نعم؟ ايه نعم انبسطت. وقالت ايه من زمان بنعلع. هلا عم تحكي جاي؟ ايه لك هلا عم بمزح معها. لك انا على شو فرحان وعم تقلي وصيت؟ ايه اسمع لك قالك مالي. هذا يا سيدي بعد ما قالت لي هيك قالت لي كمان شوف بصراحة اذا لسانك بده يضل هيك يحكي مع النسوان ترى الوحدة بتصير بتخاف منك، واذا بدك تضل تغازلهم هيك الفار بده يلعب بعبي. هي قالت لهم عمي، بس انا عم اقول لك اياها مشان تفهم. ايه كمي. بس بس ايه بس ما عجبك؟ طبعا لا، بعد هالحكي كلياته وهالغزل اللي تغزل فيه بسناء ومها كان لازم مرتك تطرب الدنيا فوق راسك. شوف جميل، وحده من التنتين، يا اما الحكي اللي حاكي لي اياه مالك حاكي ربعه، يا اما صمام مرتك قنبله ذريه ما بتخذ شو خدش. بقى اسمع مني لك يا جميل وارضى بي اللي اسم لك يا الله وبلا لك اللعبه. ها بدك ياني بعد ما وصلنا لهون اتراجع؟ لوين وصلت؟ انا شايفك مالك ماشي ولا خطوه. غلطان، مشيت كثير. هنا هلا صار عندها استعداد تشك، ما بقي غير نحطها بموضع شك. موضع شك؟ شو بدك اكثر من كلام الغزل اللي محاكي لها رفقاتها قدامها؟ هذا اذا قايل شيء منه. اكيد انا قايله هذا الحكي، بعدين انا ما بكذب مثل حكايتها. المهم بالنسبة لتصرف هنا أنا بفهمه، واحدة عايشة مع زوجها، زوجها طول عمره بيخجل من النسوان، لكن بيستحي من خياله، فجأة تلاقيه بلش يغازلهم ويحكي معهم شروي غروي، أكيد بدها تنبسط، بس بعدين بتروح السكرة وبتجي الفكرة. شو قصدك؟ قصدي إني لازم تابع اللعبة للنهاية ولازم أربحها. إيه تابعها للنهاية، بدي أشوفك شو بدك تربح. أكيد بدي أربح، بس قبل ما تابعها أنا عندي مشكلة. وبعتقد يا وسيم انه هالمشكلة مو صغيرة بنوب. مشكلة؟ مشكلة شو؟ امبارح الله بعرف لي سناء اتغزل فيها قدام مرتي، بعدين منين بدي اجيب وحدة تانية اتغزل فيها؟ عندك مها. وقف على حيلك، لك ما بتستحي انت، ما فيك اخلاق انت. لك شو عملنا لك؟ ما بتعرف انه مها رفيقتها لهنا، وما بتعرف انه جوزها لمها صار صاحبي، وانه في بيننا خبز وملح. ريح ريح. حتى فرضا لو تواطيت انا وسمعت نصيحتك وغازلت ما راح استفيد شيء، لانه هنا ما راح تفرق مع منوب. مأمنت له
لو كان منين بدك تجيبها هي الوحده؟ مشان هيك بدك تساعدني دبرنا. بدك دبر شو؟ لوين؟ هي مين هي؟ ورده السكرتيره؟ ايه لا هي جفصه. جفصه؟ حلوة وكربوجة وهي اللي الواحد لازم يغازلها، بعدين مرتك ما بتعرف شي عنها. هيك رأيها؟ يلا اضوي بدي اشتغل، يلا. خففوا لنا هالشوفاج اللي عندكم شوي. ماشي. لك شو هاد؟ شو في؟ شو هالشوب هاد؟ برا زنطاري وجوا عندكم عم يكدني الجديد. قلتك ليش عندكم عم يكدني الجديد؟ شو بيعرفني؟ هذا كرتي. اتصلي اطمن عليكي. وعطيه بالك على جميل. حاضر. خاطرك يا ورد. مع السلامة. يقربني الورد. وسيم الريس. عم قول ليش مسلسلاته غليظة. ما قلتي لي شو بيشتغل خطيبك؟ رجل أعمال. يا حبيبي هون الخوف مثل جوزي تاجر، بكره بيعبي لك عينك وبيفلت على كيفه، بس اوعك تطلعي غشيمه مثلي من هلا من ايام الخطبه تحطي تحت باطك، وين بيروح وين بيجي بتسالي شو وين بيروح وين بيجي بتسالي. لك انت بتسالي. ايه انت بتسالي. انت رح تسالي. ايه انت رح تسالي. يبعث لي حمه ان شاء الله. ايوه اهلين استاذ. لا لسه ما رجعت من الجروب السياحي. طيب استاذ مع السلامة. أنسي أمل. أنسي وردي. نعم استاذ. يا ريت تجي لعندي شوي. حاضر استاذ. بزمتكم هذا صوت وهذاك صوت. اليوم اوتوكار الاولاد معطل، مشان هيك يمكن اضطر هلا اروح على مدرسه الاولاد وصلهم على البيت. على راحتك. في كمان شويه قرارات مهمه بدها تجيني، يمكن ما قادر ارجع، اذا ما رجعت يا ريت توصلي لي اياهم على البيت وانا كتبت لك العنوان. انا ما بروح على البيوت. بس هي قرارات مهمه ولازم اطلع عليها. واذا مهمه؟ اذا مهمه لهالدرجه بتخلي درويش يجي لعندي على البيت وانا اليوم بستلمهم. وانا هيك رح ساوي. بدك شي؟ لا سلامتك. قلت له لهداك الافندي جفصه ما اقتنع. وهلا منين بدي لاقي واحد يغازلها قدام مرتي انا؟ لقيتها. هذا بزمانه وقت كنا صغار كنا ساكنين بنفس الحاره انا وبنت خالتي. ايه هي كانت مع اهلها. هي كانت تموت علي وانا ما طيقها. تتحركش فيي. بحجة لعبة طميمة تنكشني أنا ما رد عليها. دب أدي دب وأنا ما رد عليها. بعدين صرت حبها لما بلشت أنا حبها قمت تجوزت. قمت رحت أنا تجوزت وهي مرتي ما بتحبها، معناتها أحسن وحدة هي. هلأ مطلقة وبروب غازلها. التقيت. بنت خالتي. لا ابوك ما بيهرب، ابوك بحب شغله كثير، لهيك حطه مدير. ايه هو لانه مدير قدر يهرب، مين بده يقول له ليش هربت؟ ليش هربت؟ ليك الوقاحه. هلا يلي بيقول الحقيقه بصير وقع، شو هالديمقراطيه يلي عندك؟ خلصنا سليم، خلينا نعرف نتغدى. لا ما خلصنا، حقه سليم يعرف ليش ابوه طلع بكير من الدوام. اقول له. ايه رح اقول له. شوف بابا، انا اليوم اخذت اجازه ساعتين، كان عندي شغله ضروريه. قضيت شغلتي بساعة وزاد معي ساعة، هالساعة زيادة شو بدي ساوي فيها؟ قلت بمر باخدكم من المدرسة. إجازة ساعتين؟ إيه أمي، في هيك إجازات للموظفين. إيش بكون أخدتوا الشغلة جاد؟ أنا كنت عم بمزح. إيه يلا بلش كل شوف. إيه بابا، شو هي الشغلة الخاصة يلي أخدت إجازة مشانها؟ إيه لا سليم، هيك زودتها، ما بصير تحكي هيك مع أبوك، أنا مرته ما سألته. لا لازم يسألني، بده يطمن على أبوه، بلكي مرافق حدا غير مرته لا سمح الله. هلا بدكم تتغدوا ولا شيل الأكل؟ هذا اللي همي؟ ايه طبعا، هلا إذا برد بتقلي قومي سخني. لا كلي أنت قبل ما يبرد. وأنت؟ بحبه بارد أنا. عجبك؟ هي أبوك بطل ياكل بسببك. ليش أنا شو ساويت؟ حدا بيسأل أبوه هيك أسئلة سليم؟ مو معقول.
كنت أقول إن حاطة إيديها ورجليها بمي باردة لأنه كان عندي عقدة. طب هاي العقدة انفكيت، شو اللي مخلي رجليها بالمي الباردة؟ ما بعرف. لا والألعان إنه بقينا بلا غدا. ولي إجيت. فيك تفهمني ليش قمت عن الأكل؟ مالي جوعان. ما أكلت لتشبع؟ ما تغدي برا. إمتى؟ اليوم لما أخذت إجازة قبل ما أروح أجيب الأولاد رحت تغديت وكان معي حدا. أكيد بحكي من الأول. لك ما سألتني مين كان معي. جوعان. شو غيرت رأيك وجاي تاكو؟ مو قلت لك متغدي برا؟ مع مين؟ اسكت ولا كم مرة قلت لك ما بتسأل أبوك هيك أسئلة ما فهمت؟ لا خليه يسأل، أحسن إذا بيضل يسأل، أنا بحب اللي بيسألوا أصلاً. صحيح هنا، أنا اليوم دريت إنه بنت خالتي مريضة ولازم نروح نشق عليها. أي وحدة منهم؟ ليلى. إيه الله يشفيها، روح لعندها وخذ لها معك بوكي ورد. يعني ما بدك تروحي معي؟ لا. ليه؟ يعني ما بتعرف ليش؟ ما بقدر أروح لحالي. تستحي؟ مع الأساس هي الربيان أنت وياها سوا ويا مركبتوا بالمراجيح سوا. معناتها بتغاري منها أنت. لا مو قصة بغار، بس كل ما بتيجي لهون ما لها شغلة غير تتذكر لما ركبنا بالمرجيح سوا، تتذكر لما ركبنا على الجحش سوا، تتذكر ما بعرف شو. إيه هلكتني بهالقصة، ما لها غير هالقصة بتتذكر وبتتذكر. أصلا جوزها ما طلقها غير من ورا هالقصة. معناتها بتغاري منها. لا ما ابغى، بس انا ما بحب لا حكي ولا قعدتها. اذا بدك تروح تشق عليها روح، ماني ماسكتك. اصلا لو كنت بغار ما بخليك تروح لعند بنوك. ايه بس لازم تروحي معي مشان الجيران. انو جيران؟ جيران بنت خالتي. شبو؟ ما بحبهم يشوفوني وانا فايت لحالي. بتعرفي هي مطلقه وعايشه لحالها، بعدين بيحكوا علي. انا ما بحب حدا يحكي علي بالعاطل. امري لله، رح روح معك وتحمل غلاظه بنت خالتك. وانا كمان رح اقوم اكل، مو حلو يروح لعندها جوعان. ليلى بنت خالتي. ايه شبان مبين انه ما في حدا. حاج بعد بجوز نايمي هلا بتفتح. ايه ما في حدا. ليلى مين بدك عمو؟ بدي بنت خالتي ليلى. يا هاتنا ليلى والله مو هون. وين لك؟ سافرت على اللاذقية. من امتى؟ من ساعة. وانت شو عرفك؟ انا وقفت للسيارة. ماشي، هدول شو بدنا نسوي فيهم؟ خليهم معي حتى ارجع. خليهم معه؟ مسيك شمشمه. يلا احي. معناتها طابت. اي الحمد لله. شو رايك نروح لنا لشي محل؟ اي منروح. تفضلي. اي تفضلي. شرفي. تفضلي. حيط. اهلا وسهلا. حاكم ما في محلات بالمره. اهلا وسهلا تفضلي. أهلين مدام. أهلا وسهلا. أهلا فيك. هناء زوجتي. أهلا وسهلا. أنا اسمي جميل. تشرفنا. اسم على مسمى. أنا جميل بطير العالم. أهلا وسهلا. عفواً. أنا جميل وبحب الجمال. الله بعت لك مثل ما بتحب. مرسي مدام، هذا من ذوقك. عفواً ما تعرفنا؟ حسناء. يا سلام حسناء. اسم على مسمى. كلك حسن وذوق. شو هالحسن هاد وشو هالذوق وشو هالطن؟ ارجوك. عفوا بعك حق، هن دائما الحلوين حساسين بيبقوا شوي. تفضلي لهوي. تفضلي. استنى فنجاني. لهوي عفوا، يعني انت ما بتشربي قهوه مره بعرف، لانه الحلو ما بيشرب الا حلو. بس حطي شفايفك على الفنجان بصير احلى من القطر. صارت فيك جميل، وحده لا بتعرفها ولا بتعرفها. ليش بقى الحكي ما مطعمي؟ قومي على البيت. قومي. شو بك جميل؟ ليش هيك عم تسوق؟ يا بتسوق منيح يا ما بنزل. ماني مستغنية عن روحي انا. يعني مو سالي غير عن حالك وبس، حياتي ما بتهمك. ما قالت هيك. شو بك انت خايفه علي وعليه؟ مشان هيك عم اقول لك بطي.
رد علي لشوف حتبطئ ولا لا. بطئ؟ ايه راح بطئ. منيحة؟ يا أحسن. ما بدي أسوق هيك. ياه؟ شوي شوي جميل شبك أنت؟ لا حول الله. بعد! هون بدي بعد ولا أنت بدك تنتبه شبك أنت؟ يروح طالع لبرا ما افطع عود كمان الدروسات شلون ما في طلعه اي يعني وين بدي اعملها بالتخت شو هاي لا اطلع اعملها بس لا تطول ما بطول صعب اللي كثير تعمل تحتك بعرفك فايق قوم امتى اجيتو هذا الفيلم تبع الفيديو مين طالعه طلع لحاله مين حطه بالفيديو حط لحاله مين شغل الفيديو اشتغل الفيديو لحاله طارق اهلا بابا صار له زمان ارجيلي عم تفرج على التلفزيون هلا طلع بتقوم على غرفتك لحالك مشان ما اضحك كف لحالك السلام عليكم شكر الله وسعيكم كم مرة قلت لك لا تحط أفلام الرعب بين يدين الأولاد ما بعرف نكشه أنا مخبيه وكاتب عليه أنا برنامج ثقافي إلى آخر جاك وحدة لا بتعرفه ولا بتعرفك لشو بقى كل هالمجاملات وهالغزال ما بقدر انه انا ما بقدر اشوف وحده حلوه بدون ما اعبر لها عن اعجابي بجمالها افهمنا حكيت لك كلمتين والمخلوقه بلعتهم لشو كل هالقد يعني عديم وقع بسلتين لك مو على الاساس انه انت بتحبي الرجال الجنتلمان اللي لسانه حلو وحكياته حلوين وله 11 شطله بحلكه مو هدول الرجال اللي على الاساس تحبيهم اي صحيح بس مو هيك من الباب للطاقه اي وحده بتشوفها بتنزل فيها مجامله صحيح في نسوان بتحب تتجامل مثل رفيتي سناء كل ما جاملتك المنبسطت أكتر بس في نسوان مثل حسنة اللي لطشتك كاف ما بتحب فلازم تدير بالك جميل لازم تعرف مين عم تجامل قبلها قبل ما تطالع الدرة اللي انت دافنة وبعدين مايك لك أنا مالي مقهور من الكف مقهور من هنا اللي ما فرقت معه أني عم جامل حسنة ولا غيرها بسيطة ماشي أنا بفرجيك أنا بدي أفجره للصمام إيه أنا؟ ليك عم طلعي فيه؟ شو عم تعمل؟ عم بقرأ قفز الأرنب خاف الأرنب كنت قريبا منه ألعب أبيض وأبيض مثل النوري يركض في البستان يدوري يا خانقني يومك يا سعدية يا رب تطلع بوشي تحلى أعداءك
تعي حبيبتي تعي تعي. وأريضا نص ساعة دعايات ربع ساعة برامج خلصونا بقى.